العلم بيشكل ويقود عالمنا الحاضر. تقريبا كل صور التقدم، المعرفة والنقلات البشرية الحديثة علمية في جوهرها، من المضادات الحيوية، أجهزة الكمبيوتر، فهمنا لعملية التطور البشري، إلى قدرتنا لوضع قمر صناعي في مدار كوكب زحل. بالنسبة لكتير من البشر في العصر الحالي، التقدم هو ببساطة مصطلح آخر للتقدم في المعرفة العلمية والفوائد المستمدة من الاكتشافات العلمية الحديثة. في تقرير أخير نشرته أكاديمية الفنون والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية American Academy of Arts and Sciences سنة 2018 بعنوان تصورات العلم في أمريكا Perceptions of Science in America، نتائج الاستفتاء كانت مشجعة. المجتمع الأمريكي بينظر نظرة إيجابية للعلم وأدواته. لما سئل المشاركين في الاستفتاء عن إيه أول شيء بيخطر على بالهم لما بيذكر مصطلح البحث العلمي أو الاكتشافات العلمية، أكتر من نصهم 52% ما ردش على السؤال. غالبية اللي ردوا حوالي 13% قالوا الصحة والطب، ونسبة صغيرة من اللي ردوا 4% ذكروا الأفكار الجديدة الغير تقليدية، الفضاء، المعامل، والبلط الأبيض. بشكل عام يبدو أن قاطني المجتمعات الغربية المتقدمة علميا ما زالوا بيعتنقوا أفكار تقليدية stereotypical عن العلم. فلسفة العلم philosophy of science. فلسفة العلم فرع من فروع الفلسفة، من الصعب تعريفه بشكل كبير زيه زي كتير من مواضيع الفلسفة. لكن بشكل عام أحد تعاريف الفلسفة المختلف عليها إنها العلاقة بين العلوم، الفيزياء الطبيعية، الأحياء، العلوم الاجتماعية والسلوكية إلى آخره. وبالتالي طبقا للتعريف ده، فلسفة العلم موضوع بيهم كل من الفلاسفة والعلماء. الفلسفة بتتعامل مع أسئلة العلم لم يتعامل معها بعد، أو من الجائز لن يتعامل معها أبدا. والسؤال الأهم، لماذا لا يستطيع العلم التعامل مع تلك الأسئلة؟ وإن كان في أسئلة لا يستطيع العلم التعامل معها، سؤال في حد ذاته فلسفي. وحتى إن كانت نتيجة الجدل الفلسفي إن لا توجد أسئلة لا يستطيع العلم التعامل معها، مازال سؤال كيف يجاوب العلم على الأسئلة التي لم يتعامل معها حتى الآن في جوهره سؤال فلسفي. الأمر اللي بيجعل الفلسفة دراسة لا يمكن للعلماء الجادين تجنبها. بنظرة عابرة على تاريخ العلم من الإغريق مرورا بداروين، نيوتن، حتى أينشتاين، هنكتشف إن في عدد كبير من الأسئلة ما زالت بدون إجابة بالرغم من التقدم العلمي الكبير. ولو دققنا النظر في التأثير الكبير اللي تركته الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الفيزياء، الأحياء، علم النفس وغيرها من فروع العلم على الفلسفة، هيظهر لنا إن لا غنى للمجالين عن بعضهما البعض. وبتصبح مهمة فلسفة العلم الأساسية هي تحليل آليات وطرق عمل العلوم المختلفة. السؤال المهم قد يصبح، لماذا تقع مهمة الإجابة على هذا التساؤل على عاتق الفلاسفة بدلا من العلماء؟ ودلوقتي فكر في النظريات العلمية اللي درستها خلال حياتك. يا ترى إيه الآلية اللي أكسبت النظريات دي صحتها؟ إيه هي طبيعة العلم؟ وهل التجربة والملاحظة محايدة أم محملة بنظرية الملاحظ؟ وإيه يا ترى الحدود الفاصلة بين العلم الحقيقي والمزيف؟ وهل الخط الفاصل بين العلم الحديث والفلسفة أصبح مبهم المعالم؟ فكر تاني.